أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقات السابقة، ربما في الحلقتين السابقتين، كنا نتحدث عن الاستعراضات التي تقوم بها قوى العملية السياسية والحكومة لتبييض وجهة وجه العملية السياسية، وهم يذهبون إلى مسمى بالانتخابات المبكرة. ربما يعني جزء من هذا أيضا نكمل اليوم جزء من الاستعراضات، وكنا نتحدث في يعني آخر حلقة عن الورقة البيضاء، وعلينا أن نذكر الآن يعني جزء من ما من هذه الكذبة، يعني نوضح جزء من كذبة هذه الاستعراضات، من كذبة هذه الورقة البيضاء التي تتحدثون عنها. تحدثون يعني سنعطي مثالا على الكهرباء. الكهرباء صرف عليها كما تقول الحكومة، تقول أحزابها ومجلس النواب الحالي وغيره، يقولون صرفنا عليها نحو 100 مليار دولار من 18 سنة لحد الآن ولم تأتي الكهرباء. درجة الحرارة 60 في العراق والناس بلا كهرباء، والناس تتظاهر، والناس تشتم الحكومة وتشتم كل أحزابها وكل قواها، ولا كهرباء، والكهرباء ما زلنا نعتمد على إيران، وإيران إذا ما أرادت تقطع الكهرباء، وبالتالي مدن العراق بلا كهرباء، وكارثة كبيرة، وهناك حديث عن أبراج تسقط وكذا، وتفجيرات لأبراج، وهذه كلها القوى السياسية تلعب هذه اللعبة، وبالتالي نحن نحتاج إلى كهرباء دائمة ومستمرة للعراق. 18 سنة لو كانت أمريكا وبريطانيا وكل الدول هذه التي احتلت العراق، وبقرار من الأمم المتحدة اعتبرت الدول المحتلة وهي مسؤولة عن كل شيء في العراق، لو كانت أرادت أن تعيد إلى العراق الكهرباء لعادته بسهولة جدا جدا وبأقل من هذه الأموال بكثير، لكنها أرادت للعراق أن يستمر في الانكسار والإذلال والأذى والسوء والفقر والضعف، وهذا ما حصل حقيقة في 18 سنة. فبالتالي عفوا، نحن نتحدث عن كمية من الكهرباء، يعني لست متخصصا بالكهرباء، لكن كمية الكهرباء تكفي بيوت الناس ومنازلهم ومعيشتهم حياتهم الطبيعية. وإذا ما أردنا أن نفعل الورقة البيضاء نحتاج إلى كهرباء ضعف هذه، لأننا في بعد أن ننشئ الصناعة هذه، طبعا إذا أنشئنا معامل جديدة ومصانع كبيرة وجئنا وهيكلنا أجهزة الدولة وطلعنا كثير من الموظفين وديناهم، غالبية 90% من الموظفين الذين نحتاجهم وديناهم إلى المعامل والمصانع والمزارع، سنحتاج إلى كهرباء لتشغيل هذه المصانع وفتح أسواق وتسويق هذه البضاعة التي، وبالتالي سيطر على العراق ومجيء بموارد كبيرة تصب في الخزينة المركزية وتقلل من تأثير النفط وواردات النفط في الموازنة العامة. هل نستطيع ذلك؟ يعني احنا كهرباء للمنازل للناس غير قادرين على ان نوفرها 18 سنة، هل نستطيع ان نوفر يعني اضعاف هذه الكهرباء للصناعة والزراعة التي نحتاجها؟ طيب وهذه تحتاج الى الصناعة والزراعة، تحتاج الى بنى تحتية. نحن خلال 18 سنة دمرنا كل البنى التحتية في العراق، دمرنا كل الخدمات، وهذه تحتاج إلى الخدمات والزراعة والطرق والنقل والكهرباء وكل شيء تحتاج إليه. هذه الصناعات وهذه كلها أشياء تكميلية وأساسية للقيام بالصناعة. كيف يمكن القيام بكل ذلك؟ كيف يمكن استرجاع كل ذلك؟ وما هي الأموال؟ من أين نأتي بكل هذه الأموال؟ إحنا يعني يفترون، فما يقول العراقي، يعني يشحذون من هذه الدولة ومن تلك ومن صندوق النقد الدولي لكي يوفروا أموال الرواتب. كيف يستطيعون توفير هذه الأموال للبدء بالصناعة؟ وكيف سيسمح لك العالم الذي دمرك والذي وصل العراق إلى هذا المستوى في أن تعيد بناء نفسك بهذا الشكل وصناعة وزراعة وتعود بلدا قويا؟ هل تقبل إيران؟ هل تقبل أمريكا؟ هل تقبل إسرائيل؟ هل تقبل كل هذه الدول؟ هل تقبل هذه الأحزاب والقوى التي تحكم العراق وغارقة بالفساد ومستفيدة أن تعود إلى الصناعة والأمن والاستقرار وتؤمل لنفسك اكتفاء ذاتيا في كثير من مواد الصناعة والزراعة؟ هذه كذبة كبيرة. الاستعراض الآخر ربما اللي بدأ ملامحة تحدثون عنها هو استعراض عقد مؤتمر إقليمي للأمن الإقليمي في العراق لدول الجوار في العراق. هذه الكذبة الكبيرة. كيف يمكن لدول، وفرنسا تؤيد وماكرون يؤيد وما أعرف منه في أمريكا يؤيد وإيران تؤيد، هذه الكذبة الكبيرة يعني من يصدقها؟ ما يعني ما حاجة العراق إلى مثل هذه المؤتمرات؟ وهو بلد
فيه من الفوضى ما يكفي، فيه فوضى سياسية واقتصادية وأمنية واغتيالات ومصائب كبيرة، وخدمات غير موجودة وكهرباء غير موجودة وعطالة وبطالة، نسبة البطالة أكثر من 70%، هناك 12-13 مليون عراقي تحت خط الفقر، هناك أمراض، هناك سيادة مفقودة، استقلال مفقود، أحزاب وميليشيات تتحكم به، حكومة غير قادرة أن تحكم الشارع. وتأتي بهذه الدول اللي تتحاور في العراق إقليمين، على ماذا يتحاورون؟ يعني هذه الكذبة كيف يمكن تصديقها؟ بلد فاقد للسيادة والاستقلال وهو يتحدث عن هذه، لو حتى الحكومة يتحدث، حتى رئيس الحكومة يتحدث إنه إحنا فاقدين الاستقلال والسيادة وقدرتنا وجيشنا غير قادر وقوى تتصارع على أرضنا، كيف نأتي بهذه القوى لكي تتحاور على أرض العراق والعراق له دور إقليمي؟ الدول التي لها دور إقليمي ودولي هي دول مستقلة، دول محافظة على استقلالها وسيادتها، مزدهرة صناعيا وزراعيا، المواطن فيها مرتاح، مو المواطن يهاجر، مو شبابنا الحلوين ذولا في بلد يقولون عليه يتحدثون عن أنه بلد الاستقلال والسيادة والازدهار، وشباب يهاجرون، أكثر من 11 مليون 12 مليون عراقي هاجروا، ولما زالت الهجرة مستمرة، وآخرها قضية بيلاروسيا وليتوانيا والشباب العراقي اللي على الحدود اللي قتل أحدهم ويحاولون الهرب من العراق. لماذا يهربون من العراق إذا كان العراق واحة للسلام والأمن والأمان والازدهار والحرية والديمقراطية وكل هذا؟ هذه الكذبة الكبيرة فضحت، ما عادت مقبولة. فكيف تأتي بهذا الاستعراض الحقيقة، جزء من عمليات الشول يسموها في أمريكا، اللي تقوم به شركات أمريكية دعائية وبريطانية، وهذه جزء من عدل لتلميع صورة هذه الحكومة والعملية السياسية، لأن هذه العملية السياسية وهذه الحكومة يجب أن تنجح من وجهة نظر النظام الأمريكي والإدارة الأمريكية، بعدما فشلوا وراء 20 سنة في أفغانستان، وبالتالي يهربون مثل ما هربوا من فيتنام، من سيول، من العفو من فيتنام، عندما هربوا بالطائرات في آخر لحظات، ويعني هربوا معهم المترجمين وكذا، الآن نفس الشيء يهربون، والأمريكان يوجهون لكل المتعاونين معهم اهربوا من أفغانستان، لأن الوضع بعد 20 سنة ينهار. يريدون أن يقولون التجربة في العراق غير شكل، والوضع في أفغانستان مسؤول عن الشعب وأهل العراق غير شكل، أهل العراق لأنه يعني يقبلون بأن يكونوا أجراء. هذا هو المضمون. لذلك هذه اللعبة الأمريكية البريطانية، هذه لعبة الشركات الدعائية في عقد مؤتمر دعائي يمجد بالكاظمي وبالحكومة وبالعملية السياسية، ويصور أن الأمور في العراق وردية، ويستطيع أن يكون له دور إقليمي ودولي في العالم. هذا الدور غير مقبول، وغير هناك ما وراء هذا، هناك خطط أمريكية للتصالح بين بعض الكوى العربية وإيران، ليس أكثر، وليس إلا إعلان عن هذا التصالح الذي هو يجري تحت الطاولات، الآن يريدون أن يعني يضعونه فوق الطاولات، ليس أكثر، ليس أكثر من ذلك، وليس أكثر من استعراض لتجميل وتلميع صورة هذه الحكومة والعملية السياسية، وهذه كلها مكشوف، والشعب في ضيق، في عازة، في عوز، في هذه الأموال، هذه الملايين التي تصرف للحمايات ولعقد هذه المؤتمرات التي لا تسوي شيئاً، اصرفوها على العراقيين، هذه أموال العراقيين حرام أن تصرفونها على دعاياتكم وعلى تلميع أنفسكم وهذه الشركات التي تروج لمثل هذه الدعايات الكبيرة. هذا واقع الحال في العراق. العراق من سيء إلى أسوأ، ولا يمكن لكل هذه الأفعال والاستعراضات أن تجمل الوجه القبيح. الوجه القبيح بالتالي سيسقط على الأرض وتدوسه الأقدام، أقدام الشعب. هذه الحقيقة التي لا يدركونها، وما يحدث في أفغانستان من هروب سيحدث في العراق أيضا، والشعب العراقي سيطارد كل هؤلاء الفاسدين والمخربين والمدمرين، هم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله. أشكركم وألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.